خلونا نبدأ بهذا الخبر المفرح والمبهج والنبأ السار والخاص بتأهل منتخبنا للناشئين لكرة اليد لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه، وده طبعا بيأكد أن منتخبنا من الشباب قادر على تحقيق المستحيل بفضل العزيمة وقوة الإرادة. الإنجاز التاريخي ده مشاهدينا اللي اتحقق النهاردة بعد التغلب على منتخب البرتغال في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا بمقدونيا بنتيجة 41-36. طبعا منتخب مصر قدم نموذج في التحدي والنجاح والإخلاص والروح العالية، واللي بيتابع كان الماتش النهاردة كان هيلاحظ فعلا الروح المعنوية والإيجابية دي. طبعا زي ما احنا قلنا لحضراتكم ان دي المرة الاولى اللي بيتأهل فيها منتخب مصر للناشئين لكرة اليد منذ مشاركته في البطولة. طبعا المشاركة، وبتعد هذه المشاركة هي الثامنة لمنتخب الناشئين في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام. حصل النجم احمد هشام السيد دودو على افضل لاعب في المباراة بعد الاداء القوي والمميز اللي قدمه وتابعناه النهاردة. فرض طبعا لاعبي مصر بشكل كبير السيطرة على مجريات المباراة، مستغلين تألق طبعا أحمد هشام دودو وكابتن أيضا وليد حسن في التسديد من خارج الدائرة مع تألق مؤمن حسن حارس المنتخب. لاعبي مصر النهاردة ظهروا بصورة قوية، فرضوا أسلوبهم على المباراة، لم يسمحوا للاعبي البرتغال بالعودة للمباراة. بذل لاعبو مصر جهدا بدنيا كبيرا في جميع المباريات، خاصة أن الطموحات كانت مرتفعة داخل الفريق من أجل تحقيق إنجاز كبير لكرة اليد المصرية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق. طبعا قبل النهاية بشكل كبير بخمس دقائق زي ما بنقول، وسع منتخب مصر الفارق مع البرتغال إلى 8 أهداف، وصلت النتيجة ل 39-31، وأنهى منتخب مصر المباراة اللي قدم فيها لاعبه أداء رائع وبطوليا بنتيجة 41-36. طيب بعد الماتش إيه اللي هيحصل؟ سيلتقي منتخب مصر في المباراة النهائية لمونديال الناشئين لكرة اليد الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا.